عم اسلام، تعال بينا بقى بسرعة نروح على الحالات ونظل مع المنتخب المغربي. يلا. طبعا المغرب بكابتن كل مرة الموضوع بيتصعب عليها، بتطلع عارف حركة من نقرة لدحديرة وما شاء الله الله أكبر كمدين، لأن هم داخلين على فرنسا. نبدأ سريعا على طول في الحالات. المغرب فاجئت الكل، الناس كلها اتفرجت على ماتش اسبانيا قال لك دول بيدافعوا وبيلعبوا كورة وبيدافعوا وما اعرفش ايه، قامت جاية واخدة الكل بقى ايه شوط أول عالمي من منتخب المغرب. المغرب بدأ الكيم كده 4-1-5 بالشكل الدفاعي العادي. طب المغرب بقى هو بيهاجم، وبص يا كابتن بقى تعالى نبدأ من الحياة الجاية وبص الثقة والجمال ان الفريق بيبدأ الهجمة من تحت وما بيخافوش. وياسين بونو على فكرة بيلعب برجليه كويس جدا وبيديهم ثقة، بيلعب برجليه الاثنين بالظبط ما شاء الله. تعالى بقى نجري الحالات. أشرف حكيمي هيودي الكره ومضغوط عليه من اثنين، هيتروح لياسين بونو، ياسين بونو هيلعب بص عليك الكره طويله هتروح لحكيم زياش، هناخد اللي وراها. حكيم زياش فين بس؟ ده المهم. لا ده بص ده حكيم زياش عامل ملحمه دفاعيه الحقيقه، هو سفيان مش طبيعته حتى في تشيلسي خالص. حكيم زياش قدر يحط الكره لواحد من اهم لعيبه المغرب عز الدين اوناحي. طبعا ده رهيب، ده العالم كله طالع بيه السما على فكره. اخد الكره اوناحي، بص بقى غير الملعب الناحيه الثانيه على طول لواحد نجم برده كان مباراه دي يحيى عطيه الله. الكره هتروح لبوفال وبعدين يحيى عطيه الله يفتح له. هنبص بقى كابتن المنظر ده عشان نشوف المنظر ده اتكرر كام مره. المغرب بدات الهجمه من عند ياسين بونو، وصلت كام لعيب بقى؟ 1-2 انا مركبهم، 3-4-5-6-7 احمر مهاجمين، 7 بيهاجموا وشير الحارس، يبقى 8، يبقى عندك 3 بس بالظبط. وانت بتلعب قدام منتخب البرتغال مش خايف بتهاجم بسبعه، فانت ما عندكش اي ازمه. هناخد الصور اللي وراها عشان نوري الناس ازاي المغرب بتبدا من تحت وازاي المغرب لما بتقرر تهاجم بتهاجم. يلا نكمل بقيه الصور. عز الدين اوناحي بيستلم بالراجل وبيلف بيه، عنده قدره ما شاء الله على الدوران وياخد الكره ويزقها لقدام، بيلعب مع اشرف حكيمي. هتروح الكره في نص الملعب، الصوره اللي وراها لحكيم زياش، بص نص الملعب مين هناك واقف؟ الراجل املاح واقف لوحده خالص، قدروا يطلعوا من ضغط منتخب البرتغال. تروح الكره تتدرج الناحيه الثانيه ناحيه الشمال، يبقى ببدا من ناحيه اليمين وادرج الكره اروح للشمال. بص بقى بوفال طلع، كل الفريق طالع، اشرف حكيمي طالع، يحيى عطيه الله. نروح الصوره اللي وراها على طول، اشرف حكيمي بياخد مساحه، سفيان بوفال قرر انه يخش لجوه ويرقص عشان ناخد الصوره اللي وراها. نفس المنظر، 1-2-3-4-5-6-7 في لعبه ثانيه، في لعبه ثانيه تمام. بص بقى كابتن جمال المغرب ده مين؟ ده سليم مرابط. بص الكره بيلعب الكره ضغطين، باس واحد هيضرب كام لعيب، تاخد اللي وراها، بينزل املاح يستلم الكره، طلع بره اللعب 6 من البرتغال. املاح هيلف بيهم كالعاده، هيلعب الكره لحكيم زياش، كمل بقى الهجمات حكيم زياش. بصك حكيم زياش بيخش لجوه، فاشرف حكيمي بيطلع على الطرف، احنا في تفاهم كبير قوي. نكمل اللي وراها بيغير الملعب تاني للمره الثالثه، نكمل معلش الهجمه دي كمل لغايه ما يطلع يحيى عطيه الله اللي وراها. بدا منتخب المغرب يطلع زي اللقطه اللي وراها بالظبط، لغايه ما نشوف المنظر. هتتلعب الكوره هتروح من اوناحي ناحيه الشمال ليحيى عطيه الله، كمل اللقطه اللي وراها، اللي وراها كمان عشان تبص على نفس المنظر. كم واحد؟ 1-2-3 هم السبعه. بس بص بقى الدايره دي على مين يا كابتن؟ ده النصيري. قبل ما يجيب الجون، دي كره الجون، يعني كره الجون قبل ما تتلعب اتعملت 3 مرات. ده الدايره اللي هو رقم 7 يا جماعه في المجموع، النصيري. بالظبط رقم 7 اللي هو النصيري اللي سجل الجون، يعني الكره دي اتعادت 3 مرات عشان توصل بسبع لعيبه جوه ال 18 من ناحيه الشمال. وشوف حركه هو كان فين وقبل ما ياخد الجامب اللي كنت حضرتك بتقول لي عليه وصل ازاي. يعني معلش نرجع صوره ورا عشان تشوف الراجل ده كان فين وازاي. وبص كان فين الكره بتترفع، هي طالعه من رجل يحيى عطيه الله. بص هو فين أبيض. ازاي ما شاء الله الله اكبر بيطير، يعني بيطير الجون ده تقدر تقول ان نصيري بيطير، عادي جدا والله انه يوصل من هنا يطلع فوق الجون بتاع منتخب البرتغال. يبقى الراجل ده ما شاء الله الله اكبر بيطير. هو 2 متر و78 وكره كريستيانو 2 متر و93 كريستيانو قدام مانشستر يونايتد. يعني كان قدامه وقت قليل جدا خلاص 15 سم بالظبط. هنا الناس بتاعت البرتغال بتستلم، جواو فيليكس اللي كان افضل لعيبه البرتغال هيرجع. نكمل اللقطة على طول. طب لما منتخب المغرب بيقطع الكوره وبيعمل تحول هجومي، كمل معانا على طول عشان نبين للناس قد ايه المغرب كانت شرسه في الهجوم. اطلع كمل بقى على طول نجري بالحالات. بص يا كابتن الترانزيشن التحول الهجومي، سليم املاح هياخد الكوره هيشد الفرقه كلها لقدام، ناخد اللي وراها يروح لحكيم زياش كمل، عشان بعد كده حكيم زياش هيقرر ان هو يكمل ويقطم لجوه ويشوط الكوره 3-5. نكمل اللي وراها، السادس طلع نفس المنظر هو 2-4 هلعب من تحت، هلعب من تحت، انا هوصل وهاجم بسبع لعيبه قدام البرتغال، هعمل تحول هجومي، الفريق كله بيتحرر ويطلع، فريق بيلعب كوره جميله حديثه ما بيخافش. ودي اهم حاجه. دفعت قدام اسبانيا عشان كان لازم ادافع قدام اسبانيا، قدام البرتغال قسمت الجيم، رحت اول 45 دقيقه هاجمت وضغطت وسجلت وبعدين رجعت
لعبت الجيم بتاعي بالظبط، لانه في الدفاع الشوط الثاني لما نروح له هو غير طريقه اللعب في النص رغم كل الاصابات ولعب بخمس مدافعين. انت هتروح للدفاع مش هتروح